سائل يقول: أين توجد النار؟ وهل صحيح أنها تحت الأرض السابعة؟ مش تبيب هذا عدن، مش تبيب هذا السؤال. هذا النار حيث يخلقها الله ويجعلها الله، والكون واسع، أنت ما أحط بالكون ولا تعرف الكون، ما تعرف إلا ما أعطى رجلك من الكون، كيف تسأل هذا السؤال؟ والذي يدل عليه الدليل أن النار تحت الأرض السابعة في سجين، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، سجين تحت الأرض السابعة. نعم، أحسن الله إليكم. كتاب الأبرار في عليين، شوف الفرق، كتاب الأبرار في عليين، كتاب الفجار في سجين. نعم.